السلام عليكم خوتي المغاربه. كنخرج اليوم باش نهضر لان شفت هذا الشيء بزاف على خوتي الزهريين، وتا انا منهم. شحال وانا كنتعذب وساكته من دخله رمضان، بدا عليا الضغط بزاف، وعلى ولادي كيتعذبوا وانا كنتعذب، والتهديد بانه واش انه الجن كيحاول يخنق ليا ولادي. انا هذه الانسانه من الجواز ديالي وانا في العذاب في الصحه، وانا مشجونه في الدار، ولكن هذه الايام زاد عليا الضغط بزاف انه الساحر ملي وصلت عنده الاسم ديال الام ديالي، دازت مده وصلت عنده الاسم ديال الام ديالي، كانت في الاول كتسحر لي ما كانش كيعمل مفعول، بالحق دابا الساحر كيخدم بيا وكيخدم بالدم ديالي. فخاصة ملي جا الراقي كيرقي وسمع العارض نطق بان هذا راه عند هذا الدم زهري، دغيا دغيا جابوا واحد العصابه في العيد الكبير تخاد لي الدم اليد ديالي اليمنى، والبنتي بنتي دخلت عندهم مغيبوها واحد الساعه على اساس انهم جيران هما مشريين مستهدفين، شحال هذه مستهدفين الخطه ديالهم، مستهدفين الخطه ديالهم. ملي جات بنتي من عندهم قلت لها بنتي شنو كليتي من عندهم، قالت لي ما كليت حتى شي حاجه. دازت واحد المده عاد بنتي بدات كتحرق كرشها، كيحرقوها ودنيها، بدات كتقيا، ملي تقيات عاد نطقات، كان عندها بحال تحصين. ملي تقيات عاد قالت لي ماما شنو داروا لي، حادوني في حدوها خداو ليها نشوه من الدم. حاولت ما امكن، مشينا كنجريو بها للطبيب، الطبيب حنا يومين وحنا في الطبيب كاين الموانع ما وصلناش لداك الشيء. حاولت اما امكن ديها الكلينيكا، ديتها الكلينيكا دوز ليها الراديو، في الاخر يعني تبين لي داك الطبيب بان كانت مرايا تجسيس، وداك الطبيب بانه مشري بالفلوس. صافي دوزوا لها غير الراديو، قال لي لا صافي صافي بنتك دي بنتك ما فيها والو حتى حاجه. المهم حنا علينا العاده بالضغط، تعذبت بزاف هذا الشيء هذا، ودابا مستهدفيني باش انهم يحيدوا لي عيني، بحال الاخت بحال شكل الاخت عائشه. انا كنتعذب كيباتو كيخدموا بيا، كنصبح معوجه مره، كنصبح مساليه ما عنديش الطاقه ديالي كتخاد، انا ما كنتحركش، ولادي ما كاينش اللي يطيب ليهم ولا اللي يعد لهم حتى شي حاجه. دابا انا جيت نوصل رساله للمغاربه، كنقول لهم هذا الشيء اللي واقع في الزهريين راه هي خطه يهوديه ماسونيه، وانا بالدراهم جيت نوصل هذه الهضره هذه. ما كراتش الرقى يتجمعوا يديروا لنا فين تعالجوا حنا الزهريين. ابو يحيى ما كناش ابو يحيى، والدكتور كريبان وسعيد المغربي هما اللي مستفون الراقي ديالي جي عالجني على طريق ان تحول تهدد بالقتل مراسلات العفاريت باش يخنقوه. ما كراتش تكون عندنا مركز ديال في تعالج الزهريين، لان الزهري ما يقدرش يعالجوا راقي عادي. الله يرحم باباكم، عاونونا، كنطلب الناس الشمال والروافه كنعرفوهم الناس هذه، وقفوا معنا وقفه صحيحه حنا في العذاب وفي التهديدات وفي اي ساعه يقدر باش تفهموا باش عارفوا شنو كاين في بلادنا. دخلوا شوفوا انا المعز الالف باش عارفوا شنو كاين ديك الالغاز. ما كرهتش هاد الرقى يجيو باش يزيدوا يفهموا نحلوا هذا المشكل. وكانوا بزاف ديال الرقى الا اربعه اللي عرفوا يطلعوا الحاله ديالي، لان كان سحر ياسوني يهودي عنده تحصين حتى كيبدا كيجمع واحد الانواع ديال هذيك الاسماء عاد بدا كيطلع داك الشيء، لان هما الشيطان كيبتكر نهار على نهار، وحنا يلا حنا عارفين حنا وقت توقفنا في حاجه وحده، هما كل نهار كيبحثوا داري على جواه، هما كيستغلوا الشياطين ديالهم، حنا يلا حنا القران ديالنا سمحنا فيه نقدروا هاد الناس الكنوزه. كنقول لهم الزهري يقدر يخرج لهم الكنز بدون ضرر، الزهري عنده معلومات يعني يقدر يخرج كتاب ديالو باش يخرج الكنز بدون ما يتأذى خال مسلم. هذه باش كتأذوا الزهري باش الزهريين يتسالوا. شكون هما الزهريين؟ هي السلاله الشريفه، الزهري هو سيدنا الخضر وسيدنا يوسف، كيعلموا بشي حوايج اللي غيوقعوا. دابا انا بلغت الرساله ديالي، كنقول الدكتور كريبان عافاكم، كنقول ابو يحيى بلغ رسالتك، وكنقول سعيد المغربي خلاص راه عنده الرساله مكموله، وكان حتى السيد اللي دار انا المعز الالف التعاون معنا عافاك. انا ما كنقدرش نخرج من داري، انا هي المعز الالفه وعندي التهديد بنتي، الله يسهلها عليكم. وكنطلب حتى من الملك بنتي كيخنقوها لي، انت شفتي شحال مره انا سقسي الجيران، شحال مره كخرجت للطبيب حتى كيخرجوا لك شاكش من فمها. الجيران شاهدين على كل شيء، على الحاله على الهادي، وهاد الناس هادو فتحوا لي حسابات باش انه يوهموا بانني ساحره، خدموا لي في التليفون ديالو، داروا لي تجسس التليفون، الله يهديهم. ما عارفينش شنو هذا الشيء، ما عارفينش شنو واقع بانهم راهي عندهم ضربه باش كيضربوا راسهم براسهم. هذا الدم هذا اللي كيمشي راه كيتقوى به الشياطين باش انهم كيحاربونا حرب وهميه. شوفوا المعز الالف واتعرفوا شنو كاين. الا الحاله ديالي متوقفه فين، انا مشيت للطبيب ما دافع حتى واحد يومين، وانا كنجري بنتي، انا بنتي اللي كانوا كيهتموا بها الناس تدخل عند الطبيب كان ما كتخلصش. دابا رجعنا الحاله ديالنا موقفه محبسين، يعني الحاله موقفه.
بنتي كتعذب كتعذب، هيا ديك الساعه عامله نزلك التصويره ديالها غتشوفها. بنتي كتعذب كتخنق، والاخرى عاوتاني تاهي كتعذب. بنتي ملي كطيح شي، بنتي كتهز لي شي ورقه كتخرج لهم، خرجت لهم الفلوس، خرجت لهم الدبات التلبس اللي عندها، التلبس اللي هي تلبسها به هذا السحر هذا. ملي كيقول لها شي حاجه في ودنها كتخرجها لهم. ملي قلت لها ما قلت لها بنتي فين مشاو الفلوس وفين مشاو هادي، قلت لها كيفاش وقع لك خرجتي؟ قالت لي ماما كنت بحال كنحلم، كنت بحال كنحلم، يعني كان عندها واحد التنويم فهمتي. وانا بيدي من نهار اللي كنجاو هاد العصابه خدموا تما، ما عرفتش راسي شنو وقع ليا، جاب الله بالقدره الالهيه باش تنجح. دخلوا عنده هو، دخل عند الجار اللي حدايا، دخلوا حيتاش وصلهم الخبر بان جبنا الراقي، جبنا الراقي بدا الغوات في الدار. ملي بدا الغوات في الدار، لان ما كنتش غير انا بوحدي اللي كنتعالج، كانوا معنا اللي تما مأدين. بدا الغوات، بدا هذا خارج داخل، بداو الطوموبيلات كيجيو يمشيو ويجيو تما كيديروا ديك السحارين. داز واحد 3 ايام جاب السحارين اخرين بالكات كاطات، ثلاثه طوموبيل شي منهم بالخيمار، شي منهم بالخيمار. من بعد عاد حاولنا بدنا الناس تنطق مع هذاك العار اللي شكون هما هذاك، قال لنا بعد منهم شكون هما، بعد منهم من عائلته، من عائلته، بان الدار عندي كامله مدوره، انا خاصني نتحسن الدار ديالي وخاصني نتعالج انا ولادي ونشوفوا هذا الشيء هذا شنو هو اللي هذه خطه. شي شاري شي الجار ديالي مشري، مشري بالفلوس، وفي الرقيه غيبان كل شيء، العوارض غيهضر، اللي ما هضرش عارض فيا انا غيهضر عارض في واحد اخر، في واحد اخر. انا كان بقى هذاك عيني، دابا ملي بقى لي عيني كيتعوجوا في مره، ملي كيبقى يقرا لي الراقي عيني كيكحلوا في مره وكيتعوجوا. من بعد توصلت لقتني واحد السيده، قالت لي شنو ردي لبال راسك، ما عرفتهاش شكون هي، كانت من تما هي اللي عتقاتني. فعلا جبرت ديك السموم اللي كانوا كياكلوا ولادي منه، كيستهدفونا باش يقتلونا، كانوا عوالين على الجريمه ديالهم باش في الاخر ياخذوا الاعضاء ولا ما عرفت شنو غيديروا. العينين هاد اليمن، العينين هاد اليمن، لان الكوابيس اللي كنت الكوابيس اللي كنحلم انا يا سبابي. السيده عاودت لها الرؤيه ديالي، كنت كنشوفها ملي كنت كتسحر لي كنشوفها، قلت لها انا راه شفتكم شني درتو، شفتكم شني درتو، وراها شفت راها ها شني وقع، وها شني وقع. مشات قالتها للساحر ديالها، الساحر ديالها عرفني عندي زهريه الكشف، بدا كيخدم بيا، كيخدم بيا، ما كيخدم بيا عن بعد. انا ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه، شي حاجه ربي ما بقيتش كنشوفها. عيني عندي تلبس في عيني، تلبس في يدي، تلبس في رجلي، ودني مصمكين، يعني ما نقدرش شي حاجه، قليل قليل الا بلغوني الاصدقاء ديالي كيقول لي راه شنو وقع، شنو وقع، شنو وقع. الزوج ديالي حتى هو صافي تجمد مره، يعني واخا هادشي كي خسر، فخسرنا فلوس، خسرنا فلوس، وكتا كبعد الرقم ساكن اللي ما حتى هما تعاملوا معانا، ما شرطوش شي. الراقي بقى معايا مده طويله، الله يعمرها سلعه، تكلف بيا، واخا كنت كندير بزاف هذا كنتقيا عليه، كان هادي صبر هذا الراقي، ما هذا الراقي الاخراني هو اللي بغيتو يعاود يرجع، يعاود يرجع يكمل معانا ويكمل على، يعني يكون كل الناس عارفه. بعد منهم خرجوا تهمة بانني انا اللي غنحتمني، وجدوا الخطه ديالهم، داروا بان انا اللي غنخرج على ولادي، حيت هما موجدين شنو غيديروا، بانني انا غنخرج على ولادي وغنخرج على راسي فهمتيني. والناس ملي كتشوفني كنطلق شي ريحه هكذا النده ولا شي حاجه، كيقول صافي داكشي اللي كيقولوا، ف بانني انا ساحره، فتحوا لي الحسابات باش ملي غتوقع لي شي حاجه يقولوا هي كانت كدير شي حاجه ماشي هي هذيك، هما مخطط الامر ديالهم. وتنجينا بعجوبه، تنجينا بواحد هادي، ولكن باقي مأثرين، باقي